وللوقوف عند الغضب المتنامي إثر تأزم الوضع الاقتصادي في لبنان، ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا الكاتب والصحفي اللبناني علي شندب. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون، الاحتجاج في لبنان لا تتوقف على مستوى الشارع بتظاهرات أو حتى تلك يعني المكبوتة من تردي الأوضاع المعيشية. بداية، قبل الولوج في تفاصيل ما يحدث في لبنان، يعني أين يذهب الوضع في لبنان مع الانهيار الاقتصادي وأيضا الانسداد السياسي إن صح التعبير؟ مساء الخير، تحية لكم ولمشاهدي مدينة صيدا الأبية. أنا أتكلم من مدينة طرابلس. نعم، المدينة المصنفة بأنها المدينة الأفقر على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، التي ستكون بدون شك هي عنوان الانفجار أو الارتطام الكبير الذي سبق وتحدث عنه منذ قليل الرئيس السابق فؤاد السنيورة. بدون شك نحن أمام نظام سياسي خدم عسكريته وانتهى وبات خارج الخدمة فعليا. لبنان بات دولة فاشلة. لماذا؟ لأن النسق الإقليمي والدولي الذي أنتج اتفاق الطائف قد تعرض لتغيير خطير. إن التغيير تمثل أولا في شطر سوريا من المعادلة الإقليمية، ثانيا في استنكاف الدول العربية وخاصة السعودية على الواقع اللبناني بسبب المزاحمة الكبيرة التي مارستها إيران مباشرة، وباتت لها الكلمة العليا عبر ذراعها في لبنان حزب الله. هذه الأمور أنتجت واقعا سياسيا جديدا في الواقع اللبناني. هذا الواقع السياسي بدأ هشا أمام المعالجات التي تعتقد بعض الدول مثل فرنسا وغيرها بأن بإمكانها فرضها على الواقع اللبناني. الواقع اللبناني هناك دولة لبنانية هشة يسيطر على مفاصلها، وقد بناها طوبة طوبة حزب الله عبر سنوات مديدة، وقد ورث هذا البنيان من الرعاية السورية أو الوصاية السورية، والآن حزب الله بات هو في الواجهة. الارتطام الكبير إذا ما حصل بدون شك سيقع على رأس الشعب اللبناني، لكنه أيضا سيقع على رأس حزب الله الذي لطالما ادعى بأنه يرسم المعادلات الدولية والإقليمية، لكنه يدعو اللبنانيين اليوم إلى شد أحزمتهم، وهم بالمناسبة قد يستصدرون فتاوى بعد فترة وجيزة لاستحلال أكل لحوم الحيوانات الغير الأليفة. أستاذ علي، يعني أستعير منكم مقولة على رأس الشعب اللبناني، يعني مع وصول سعر صرف الدولار إلى حدود 10,000 ليرة لبنانية ويزيد عن ذلك، ما أثر ذلك على الأوضاع المعيشية على المواطن اللبناني في ظل جائحة كورونا وأيضا في ظل الكساد الاقتصادي التي يمر بها لبنان؟ سيدي الكريم، هي مجموعة أزمات بأنها تآمرت أو تواطأت أو تعاقبت مع بعضها البعض لتنصب على الشعب اللبناني دفعة واحدة. فمن جهة كورونا في ظل نظام استشفائي صحي طبي نال منه أيضا الانهيار ونالت منه الجائحة، فأنت أمام أزمة دولية عالمية تنوء الدول الكبرى بحملها مسألة كورونا، فما بالك في بلد ينهشه الفساد. العمود الفقري للكيان اللبناني هو الفساد. الدولة اللبنانية تقف على أعمدة مبنية من الفساد، وبالتالي هناك بات يعني وكأننا أمام عقبة كأداء في من أين نقارب مسألة مواجهة هذا الفساد. يعني كيف لممارسي الفساد أن يتبعوا مكافحة الفساد؟ هذه مسألة صراحة يعني تضاعف من أزمات اللبنانيين ومشكلاتهم، لأنهم فقدوا الثقة بالطبقة السياسية التي هي أصل الفساد وأصل البلاء، وأيضا اللبنانيون الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع واقترعوا لهذا النوع من الأسماء والقوى السياسية يتحملون مسؤولية فيما وصلت إليه الأمور. أستاذ علي، في نقاشنا هذا لا يجوز أن نقفز على تصريحات السنيورة. السنيورة يقول إن لبنان يقترب ما وصفه بلحظة الارتطام الكبير، وذلك بسبب تفاقم أزماته المتعددة. لكن في المقام الأول أستاذ علي، من المسؤول عن هذه الأزمات المتعددة التي يمر بها لبنان؟
سيدي الكريم، أستطيع أن أختصر الجواب وأقول حزب الله، ولكن بهذه الكلمة هناك تبرئة لشركاء حزب الله في المنظومة السياسية. حزب الله هو راعي النظام السياسي القائم في لبنان، وبدون حزب الله لا يمكن أن يكون هناك لا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة ولا برلمان ولا حكومة. لقد تغلغل حزب الله في النخاع الشوكي للدولة وبات هو المكون لها، وبالتالي المسؤولية هي مسؤولية مشتركة نسجها معادلة قامت على التالي: غطوا على فسادنا نغطي على سلاحكم. الطبقة السياسية هذه هي معادلتها لحزب الله، ومعادلة حزب الله للطبقة السياسية: غطوا على سلاحنا نغطوا على فسادكم. نحن الآن إذا باتت الأمور متداخلة بشكل كبير، من الجريمة الكبرى أن نبرئ أحد من الطبقة السياسية اللبنانية ومن النخب السياسية الحاكمة والتي تولت السلطة منذ سنوات حتى اليوم، ونقول فقط حزب الله هو المسؤول. حزب الله هو المسؤول بدون شك، كونه هو الراعي الرسمي للوكيل الأقليمي للمنطقة وليس فقط للبنان، إيران. وبالتالي لكن هناك من ساعد حزب الله على أن يمد أزرعته ويمد مخالبه في كافة مفاصل الدولة وشرايين المجتمع اللبناني، وأعتقد بأن هذه الطبقة السياسية هي اليوم أعجز من أن تتنصل مما وصلت إليه بفعل تحالفها عبر السنوات التي مضت مع حزب الله. وهذا أمر بالمناسبة ليس حكرا على التيار الوطني الحر أبدا، نعم. إنه أيضا شراكة التيار المستقبل الذي تحدث رئيسه مرارا وتكرارا عن ربط النزاع، عن ما سماه بربط النزاع مع حزب الله تحت شعار درء الفتنة السنية الشيعية. طيب أستاذ علي، هل تؤيد ما ذهبت إليه صحيفة ذهل الأمريكية حيث قالت إن إيران وميليشيا حزب الله هما الفائزان من حالة الدمار التي يمر بها لبنان؟ هل تؤيد ذلك؟ بدون شك هذا أمر محتوم. نحن نعلم بأن أن 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 الواقع الهش والانهيار والارتطام، سمه ما شئت، الذي يصيب لبنان هو يصيب الجميع بما فيهم حزب الله، لكن يبقى حزب الله أقوى الضعفاء، وبالتالي هو أعد العدة مسبقا من خلال مستودعات وهياكل اقتصادية وتمويلية وزراعية ونفطية إلى آخره، وهذا ما عجزت عنه الدولة، أي أن حزب الله بإمكانه أن يرفض جمهوره وبيئته الضيقة الخاصة به ويمنعها من الجوع الذي توعده به الأمريكيون. لكن المشكلة كانت أن الشعب اللبناني كله الذي جاع ولم يجوع حزب الله، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عقم المقاربات الدولية تجاه مسألة حزب الله ومقاربة ملف تطويعه وعملية ترويضه ضمن النسق السياسي، وهذا أمر لن يتم كما يبدو إلا بسيطرة حزب الله على كامل المنطقة، أو كما ستفشى عنه مفاوضات الجنة النووية برقصة نووية جديدة بين البيدينية والقامينية. عبر سكايب من طرابلس اللبنانية الكاتب والصحفي علي شندب، شكرا جزيلا لكم.